ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت الفنانة المغربية نرجس الحلاقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام عن انفصالها من الفنان مهدي فولان. وكشفت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري عن أسرار لأول مرة تفصح عنهم تتعلق بعلاقتها مع زوجها وأسرته الصغيرة. وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع مقاطع فيديو نرجس الحلاق مبدين عن صدمتهم من الوضع الذي وصل إليه الثنائي نرجس ومهدي. اللي كنت أشك فيها كنقول لكم أشك فوا كنقول لكم أنا مبان أنا وراجلي ما عمري مبان أنا وياه وما عمركم تشوفوني أنا وياه. علاش؟ حيت أنا تعرف حتى شي واحد ما يقدر يقول هاد الهضرة هادي حيت ما راضيش بيا ومن حقه ما يرضاش بيا وما راضيش إيش بيا عائلته وما كيحملونيش. وديك لي كومونتير اللي كنتو كتكتبوهم بصح يمكن عندهم الحق، يمكن أنا بصح إنسانة خايبة ولا ما عرفتش، الله أعلم. ميمكنش تحكم على الإنسان. لا نقول لهم هذا سالت القصة هنايا. أنا ما مرتبطة بشي إنسان، وأنا دابا إنسانة حرة طليقة.